قد ايش راتبك استاذ عيد اديب عماد؟ الحمد لله الامور ماشيه خالص. يعني اي والله اذا ما بطرق لي ابو 5-6000 دولار بالشهر انا ما بفهم. ومرته زيه سبعة اخضر. 6-7 اذا ما بحصله 16000 دولار ما بكون ابو الفضل. هذا الحكي زمان غير السفريات والنثريات. فاهمك يا ابو الجرايد. طب سكتي سكتي والله ما انت عارفه وين الله حاطك. اذا الاثنين مع بعض ما بياخذوا 16000 دولار ما بكون فضل. وي ولا القول لحاله على قمصانه وكنادر وبحط له 20000 دولار في الشهر هذا الشيء. طب اقول لك هالشغله بده بدلات 40000 دولار بالشهر. هذا القول كنادر بجنبيه. اي والله ما بكفينا هذول فساتين لهالمره اللي قاعده. طب ما رجعنا عمليات التجميل اذا ما بتك ال 100000 دولار هي شواربي. انا اللي بعرفهم. اسكتي اسكتي انت تعال هون. انت ليش كاتل حالك تعرف قديش راتب الزلمه؟ انت شايفتني رامي حالي بوادي النيل عشان اعرف عيب على اللي ساي. اي والله انك كاتل حالك.